تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف، هروح للجنة المرأة في النادي الأهلي، وهي من اللجان النشيطة جدا الحقيقة. نظمت لجنة المرأة في النادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وطبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية، نظموا ندوة عن التغذية الصحية للمرأة في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. تعالوا نتعرف على التفاصيل. النهاردة إن شاء الله عنوان ندوتنا تغذية سليمة بتساوي حياة أفضل. هتيجي منين الحياة الأفضل؟ هتيجي من صحة سليمة، العقل السليم في الجسم السليم. فإحنا عشان يكون عندنا جسم سليم واهتمام من إدارة النادي ومن اللجان وفقا لسياسة النادي الأهلي، أهم حاجة عندنا عضو النادي الأهلي إن هو يتمتع بوجوده جوه النادي بكل الفوائد اللي ممكن إن شاء الله يعني يكون مميز فيها ويكسبها بإذن الله. دايما وجوده في النادي دايما لازم يرجع مستفيد، اتمتع بكل الخدمات. عندنا هدف من أهداف لجنة المرأة إن إحنا نهتم جدا بصحة العضو. بدأنا أنشطة اللجنة الأسبوع اللي فات، عملنا حملة الكشف المبكر وابتدينا بقى ان احنا يعني نهتم اكتر بصحة المرأة. فكرنا في الندوة لان فيها خدمات كتيرة مقدمة للعضوات النادي زي عمل الامبادي وقياس نسبة السكر والاكسجين، واعتقد دي حاجات كلها مهمة للعضوات يعني، والاعضاء كمان متاحة النهاردة ليهم. حبينا ان احنا نهتم بصحتنا اكتر، نعرف ايه الحاجات الصحيه الكويسه اللي احنا العادات الصحيه ان احنا نتبعها كويس يعني. وكمان بعد كده هنعمل بقى حاجات ترفيهيه وثقافيه وحاجات كتيره يعني مفيده للعضوات بشكل عام يعني. بنحاول نقدم كل ما هو مفيد لطبعا اعضاء النادي الاهلي. النهارده هنعمل ثلاث تحاليل اهم من بعض الثلاثه، اذا كان تحليل الانبادي او تحليل المعادن والفيتامين من غير سحب عينه الدم، او تحليل السكر والاكسجين. فالثلاثه تحت رعايه طبعا لجنه المراه، لازم كل انسان يخلي باله منهم يعني، يخلي باله من المؤشرات بتاعه الفيتامينز والمعادن وكتله الجسم والكتله العضليه والسكر والاكسجين عشان نعرف احنا ماشيين في التراك الصح ولا لا. انا قست اول حاجه اللي هي الوزن والطول وكثافه الدهون في الجسم، وطبعا خدت ريبورت حلو جدا هيفيدني بعد كده ان انا امشي بنظام سليم. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كنت عامله نظام دايت ورجعت يعني لخبطت شويه، فده هيفيدني ان انا ارجع الطريق الصح تاني. يعني انا وزني مثلا ممكن يكون اول مره اعرف مثلا زدت بنسبه معينه، نتيجه برضو ان الانسان مش منتبه قوي ان هو وصل لليمت معين. فطبعا في استفاده ان شاء الله كلنا نستفيد، وبعدين طبعا دي خدمه جميله جدا جدا ومجانيه وتحاليل مفيده، يعني الواحد يعرف ايه اللي النقص اللي عنده في الفيتامينات في الدهون قد ايه زايده، الميه قد ايه، فمفيده ان شاء الله باذن الله. وطبعا مجهود الحمد لله يعني يشكروا عليه، يعني حاجه كويسه من النادي ان عمل حاجه زي كده. انا وقفت في الطابور على الميزان وحسبوا لي الوزن والتداول والطول وكل حاجه اللي هي موجوده عندي، تمام. وبعدين بعد كده اتنقلت برضو طابور تاني، والناس يعني ما قصروش معايا يعني صراحه، راحوا مدخليني على طول ان هي موجوده، وقاسوا لي الفيتامينات اللي موجوده وكان في نقص شويه في الفيتامينات اللي موجوده، وقست السكر لقيته كويس الحمد لله. المبادره جيده جدا وممتازه وفوق الممتازه، يعني هي في يعني هي في صحه الاسره باكملها اكيد. في النادي الاهلي، النادي الاهلي كعضو او كجزء لا يتجزا من الدوله المصريه، مهتم بالانسان وبالطابع او بالطبيعه الحياتيه ككل. ارى كل شيء جميل واشياء في نقائص اكيد في الحياه ككلها، لكن المبادره جميله وجميله جدا ومفيده، ويكفي انها تجمع الناس من كل مصر. وكل عام وانتم بخير، كل عام ومصر بخير.
حلوه او يعني الفكره او النوع ده من الندوات بتبقى حلوه، لان هي مش مجرد انت بتروح تعمل ندوه وتقعد تتكلم، لا فيها استفاده او فيها افاده، فكره الحديث عن التغذيه وفي نفس الوقت عاملين اللي هو قياس الان بادي اللي هو بيطلع لك كل حاجه في جسمك، نسبه الدهون وغيره وغيره، والميه والماسلز والحاجات اللي زي كده، دي كويسه جدا علشان تقدر تعرف بعد كده انت واصل لاي ستيج، وعلى أي هذا الاساس بتشوف بقى النظام الغذائي الامثل ليك وقياسات السكر وغيره زي ما حضراتكم سمعتوا. حلوة دي. طبعا جد. يعني دي حاجات انا بقى بحب الحاجات اللي هي بتطلع منها بفايده فعلا. أيوة. الندوات صحيح. اللي مش بس كلها كلام يعني.